يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا من بلد غير إسلامي، وقد طلبت مني أمي أن أتقدم لإحدى الجامعات الحكومية لكي أحصل على الوظيفة بعد التخرج، فهل يلزمني طاعة والدتي في مثل هذا، علما بأن هناك اختلاط كبير بين الرجال والنساء، وأنا أخاف من الوقوع في الحرام؟ إذا كان فيه اختلاط فلا، لا أقنعها وقل لها هذا فيه اختلاط وهذا يضرني، ولا والتمس أعمال مباحة ليس فيها اختلاط، والأرزاق بيد الله عز وجل، التمس الرزق واطلب عمل في غير هذا المجال، مع أنك تشرح لوالدك السبب الذي من أجله امتنعت. نعم.